لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا كبير تقدم هذا الأداء الممتاز بقيادة بن زاهرة حمد بن سالم بن زاهرة. الله يا سلام، انطلقت في هذه اللحظات، انطلقت وشاح في الشوط الرئيسي المفتوح، ولكن مخايل تحاول مع بن صرير، ولكن خلاص وشاح قفلت الشوط. سلام يا هجن ام الزبار، سلام سلام يا محمية ام الزبار، سلام سلام يا بن زاهرة. وشاح تنتزع النيسان بترول الستيشن ورئيسي اللقاية للانتاج لاصحاب السمو والسعادة الشيوخ. سلام يا وشاح، سلام، تهانينا والناموس لهجن ام الزبار وللمضمر حمد بن سالم بن زاهرة. هداد مع جابر بن علي النجم، ولكن بديع قادم بشعار المرخية مع المضمر سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري. وهجن أم الزبار تسيطر على الموقف مع هذا الشعار، مع شعار أم الزبار. المرخية قادمة اللحظات الأخيرة الحاسمة. يا بالنجم يا بالنجم يا بالنجم يا بالنجم يا بالنجم، السيارة لهجن أم الزبار مع هداد. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، وتهنئة خاصة لجابر بن علي بن جابر آل نجم المري. خيرة مع المركز الثالث، ولكن نبا هجن أم الزبار بالنجم. من يتقدم مع نبا؟ جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. خيرة وأيضا وسام، ولكن نبا هجن أم الزبار. نبا ووسام الأمتار الأخيرة اللحظات الأخيرة، ولكن نبا هجن أم الزبار بالنجم. من قدم نبا؟ مشكور يا بالنجم، مشكور. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار والمضمر المميز جابر بن علي بن جابر آل نجم المري المركز. مع الصام الفرام بن محمد بن قريع رابعا، هنا مضمون لهجن ام الزبار مع المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. ولكن نعود مع مستحيل الذي يفرض سيطرته على الصدارة وينطلق مع القيادة والريادة باندفاعات وبمسار الناموس. مستحيل يبحث عن هذا الانجاز ويبحث عن هذا الانتصار. مستحيل والعديد ولكن مستحيل يحقق الناموس وينتصر مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والمبروك لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ونهني مضمر هذا الشعار هادي بن جر الله بن علي الجر الله على فوز مستحيل في المركز الأول. مركز الشحانية اللحظات النهائية. اجن المرقاب الشوط الرئيسي، الشوط الحماسي بتحدياته. عادت التزام التماس التزام. اللحظات الحاسمة الناموس القاري لمن من هذه الأسماء؟ هجن المرقاب، هجن الشحانية بالعرج المشاغب هجن بالعرج. هجن المرقاب هجن الشحانية. اللحظات الحماسية اللحظات النهائية على خط واحد مستقيم مع مقدمات هذا الشوط، لكن حماس التزام اللحظات النهائية. هجن الشحانية هي
المركز الثالث، مسيمير على المركز الثالث لهجر الشحانية، البرنس جرالله بن عقيل، ولكن نعود إلى مدوخ، مدوخ مدوخ مع المركز الأول، مدوخ على الصدارة على التحدي. يا سلام يا مدوخ، يقوم راس وينتهي راس. سلام يا هجن أم الزبار، سلام والتحية والاحترام، سلام على هذا الفوز. شاهد مدوخ اللي انتزع السيارة، انتزع الشوط الأول، انتزع الفوز. سلام يا هجن أم الزبار، سلام والتحية والاحترام مع هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية إلى الفوز هنا مع هذا الفوز. ومدوخ لهجن أم الزبار تهانينا والناموس هناك مع فوز مدوخ في هذا الشوط. سلام وتحية واحترام. يا سلام مع ثاني الأسماء بشعار هجن القرافة، المتسالم بن عامر المدوشي. الديحة الديحة تحركت بشعار هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن ملاذ ملاذ على الصدارة، ملاذ على البداية بشعار هجن الشحانية. هجن القرافة تحاول اللحظات الأخيرة، ولكن ملاذ ملاذ مع الفوز، ملاذ مع الانتصار. هجن الشحانية تقدم لنا ملاذ بهذا الأداء المميز. مشكور يا المشاقب، مشكور يا محمد بن خالد العطية من يقدم لنا ملاذ. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز ملاذ وانتزاعها للنيسان باترول ستيشن. تهانينا والناموس للمشاقب محمد بن خالد العطية من قدم. المراكز ثنائية جميلة في اللحظات الأخيرة على خط المقدمة والصدارة بين مسير والذيب، الذيب ومسير، هجن الشحانية وهجن أم الزبار في منافسة ثنائية جميلة على ناموس هذا الشوط. ولكن الذيب 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 في اللحظات الأخيرة من هجن الشحانية، هذا هو الذيب مع المشاغب، الذيب مع المشاغب، ومسير من هجن أم الزبار مع بن نجم. اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، من الرابح والمنتصر هنا في هذا الشوط؟ لكن هنا الذيب 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 هجن الشحانية، المشاغب 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 يقدم الذيب هنا مشاهدين الأعزاء في هذا الشوط ويحظى على الناموس والانتصار. تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي قدم الذيب وانتزع سيارة هذا الشوط بينما المركز. الشهواني والمركز الرابع هنا القادمة في هذه اللحظات مخايل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد، آل ثاني مالك بن عبد الله بن شامس، المحاربي من يتابعها، لكن عودة مع البداية، عودة مع الصدارة. الله يا سلام، أم الزبار أم الزبار لهجن أم الزبار، هنا تقود الأسماء، تقود التحديات، متجهة إلى الناموس، إلى الانتصار، إلى السيارة بقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة هاجري. هنا مع أم الزبار لهجن أم الزبار، تخطف الناموس، تخطف الانتصار. سلام هجن أم الزبار، سلام سلام أم الزبار، سلام. مشكور المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. تهانينا لمؤسسة هجن أم الزبار على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني زكريت، زكريت المرقاب، هجن المرقاب وصلت، وهنا يتقدم حمد بن علي بن سعيد البريس المري. ولكن عجيب ما بين زكريت، ما بين عجيب، ما بين هجن المرقاب وما بين هجن الشحانية، ولكن العنابي 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 يا عذابي يا عذابي يا عذابي يا عذابي يا الحنية العنابي يا عذابي يا حبيب الجماهير يا حبيب الملايين يا حبيب الكل صباح الخير. يا عجيب يا عجيب يا عجيب، سلام يا الشحانية سلام. تهانينا تهانينا والف مبروك.
البري والمركز الرابع ظن من هجن المرقاب وخامس المراكز اسم جديد بدأ ينضم في هذه اللحظات وصول وتقدم أيضا من جهجلة القادمة في هذه اللحظة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بطالب العمارة ولكن خلونا مع الصدارة المقدمة يا سلام على أداء الكبير من لؤلؤة يا سلام يا سلام من هجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري من يتابع نجومية لؤلؤة في هذا الصباح انتزعت السيارة طارت 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 بالمركز الأول سلام 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 إلى مؤسسة هجن أم الزبار وسلام لؤلؤة سلام مشكور يا بن نجم جابر بن علي آل نجم المري يسطع نجم لؤلؤة في هذا الشوط تهانينا والناموس لهجن أم الزبار ولجابر بن علي النجم اللي تابعها وقادها في هذا الشوط مشاهدين الكرام هنا القادمة مريفة تتسلل في هذه اللحظات مع المركز الرابع لكن العودة مع البداية ميضاح 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 لا تزال هي صاحبة الكلمة في مسار وتحديات هذا الشوط لا تزال هي القائدة لهذا الانطلاق المميز والجميل يا سلام هنا ميضاح ولكن رواسي رواسي الشحانية رواسي الشحانية قادمة مع الذهبي سالم بن فاران المري الله 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 تابع هذا الأداء تابع هذا التنافس الشيق ميضاح رواسي ميضاح ولكن رواسي ميضاح 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 هجن أم الزبار تخطف الناموس الانتصار مع شوط الختام سلام ميضاح سلام تهانينا والناموس لهجن أم الزبار والتهاني لحمد بن سالم بن زاهرة من قدم لنا ميضاح المرحب